او ايرور جريدينت. فبنحسب لاي نيورون بدنا نشوف ايش الايرور جريدينت تبعت هذا النيورون. هلا اول شيء نطلع على الاوتبوتس. انا الاوتبوتس في عندي ايز، مش في عندي اي 1 اي 2 اي 3. هلا بالنسبه لدلتا تبعت الاوتبوتس اللي هي دلتا مثلا خلينا نسميها 1 اللي هتساوي ديريفيتيف سيجمويد ديريفيتيف ات واي، خلي هذه اي واي اي مضروبه في اي اي. يعني هون الاوتبوت، يعني لاحظوا سيجمويد ديريفيتيف واي اي، شو بدي اعمل؟ بدي اخذ الفاليو تبع واي اي، مش هيك؟ مش انا عارف الواي الفاليو تبع واي اي اللي طالع هون، بحسب الديريفيتيف عنده. ايش راح يكون هذا الديريفيتيف عنده عند واي اي؟ راح يكون واحد سيجمويد واي اي مضروب في سيجمويد واي اي، مضبوط؟ مش هذا هذا هو نفسه هذا مضروب في اي اي، واي اي احنا عارفين شو هي، ايش بتساوي اي اي؟ واي ديزايرد اي ماينس واي اكتشوال اي. يعني هاي اذا بدي هذا للاوتبوت لاير بس، لانه الاوتبوت لاير هو الوحيد اللي فيه له ايش؟ ايرور. الباقي هذول فيش لهم ايرور، بدي الاقي طريقه ثانيه. إذا هذا بده يساوي 1 ماينس سيجمويد واي اي مضروب في سيجمويد واي اي مضروب في واي ديزايرد اي ماينس واي اكتشوال اي. كل فاهم هاي شو بعمل؟ وسيجمويد واي كيف بحسب سيجمويد واي؟ واحد على واحد زائد اي تو ذا ماينس واي. اوكي؟ إذا هيك حسبنا كل الدلتاز اللي هون. هلا الخطوة اللي بعدها اللي أصعب شوي، كيف أحسب الدلتا هون بدلالة الدلتا اللي موجودة هون وبدلالة الويت اللي بينهم؟ يعني لو عندي هلا 2 عندي هدول هاي، بس رح أرسمها بشكل أكبر. عندي هاي هذا جي وعندي هذا عندي هون واي جي، وحسبت انا دلتا جي. حسب هذا هون الاوتبوت لاير، كيف حسبنا الاوتبوت لاير هون دلتا جي؟ لازم يكون في عندي اي جي من اي جي، واخذت واي جي ايش طبقته؟ وين حطيت الواي جي؟ في السيجمويد. فحسبت سيجمويد ديريفيتيف واي جي مضروب في اي جي بعطيني دلتا جي. يعني هون نختصرها، هون هي معقده اكثر هناك، بس دلتا جي بتساوي ديريفيتيف سيجمويد واي جي مضروب في اي جي. اوكي ماشي، واضحين هاي؟ احنا ما بدنا نشتغل على الايرور، بدنا نشتغل كل شغلنا هون على الدلتا. بس انا لازم ابدا من ايرور موجود في الاوتبوت. فاول مرحله عملتها حولت الايرور اللي موجود في الاوتبوت لايرور جريدينت موجود في الاوتبوت. كيف حولته؟ ضربت الايرور في الجريدينت، بس الجريدينت الفاليو معين عشان اطلع معي فاليو، بطلش هاي. اذا هذه واي جي، واي جي اللي هي فعندي هاي من واي جي، واي جي بنعرف نحسبها، بنمشي كل شيء في النتورك، مش هيك؟ مش مشينا كل شيء في النتورك للامام، اخذنا البيس ضلينا ماشيين في الكيز هون، طلعنا الاوتبوت طلع معي واي جي. واي جي راح تعطيني الواي اكتشوال، مزبوط؟ قارنت الواي اكتشوال بالواي ديزاير، شو اعطتني؟ الايرور. ضربت الايرور في الديريفيتيف سيجمويد لواي جي اعطاني دلتا جي، صار عندي هلا موجود دلتا جي. هلا السؤال، عندي انا هون دلتا اي، عندي دبليو اي جي، مزبوط؟ ايش ضل عندي بالدي؟ هلا المفروض اني اقدر احسب، وعندي اي واي اي، لازم احسب واي اي. طب كيف بدي اجيب واي اي؟ الاوتبوت تبع هذا النيورون على ايش راح يعتمد؟ اللي هي على الانبوت. ما هو اصلا قبل ما احسب واي جي مش كان لازم المفروض اكون حسبت واي اي؟ كيف يعني انا اصلا كيف وصلت بالنهايه وقلت انه هذا واي جي؟ ما انا مشيت في الخطوات كلها، وحتى امشي بالخطوات كلها بدي اكون دخلت الانبوتس هون، صار عندي هون ويتس، ضربت في الويتس هذول اعطاني الاوتبوت، طلع معي واي، مظبوط؟ واي 1 واي 2 واي 3 واي 4، ومن الوايز اللي هون ايش حسبت؟ الواي جي اللي بتطلع معي هون. فانا لازم يكون عندي اصلا واي جي. هون رح نتبع نفس الطريقه، رح ناخذ دلتا
اي بدها تساوي شو كانت عندي هون بتساوي ديريفاتيف سيجمويد واي جي اذا هون ايش راح تكون ديريفاتيف سيجمويد واي اي بس فيش عندي ايرور اضرب فيه هون الايرور هون بكون عباره عن دلتا جي مضروب في دبليو اي جي فكر بهاي اذا بدك هي مش اذا بتحب تفكر فيها سميها هذه اي 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 كانها اي اي هذه بتشبه هاي المعادله بتشبه هاي المعادله مضبوط بس هون انا عندي اي جي هون ما عندي اي اي فبدال الاي اي شو بحط باخذ كان الايرور الموجود هون بضربه في الويت هذا هذا مضروب في الويت هون بعطيني كانه ايرور هون بعدين الايرور بضربه في الديريفاتيف سيجمويد بعطيني هاي المعادله مهمه هذول المعادلتين بيختلفوا سلايتلي عن بعض بانه هون عندي ايرور جي واي هيدن لاير ما راح يكون في ايرور جي شو راح استعمل له؟ دلتا جي في دبليو اي جي دكتور نعم